كده كابتن ايه الشامي، واحده بقى يعني يمكن بره الملعب، يعني يا كابتن هيثم عايزه اقول لك ان انا دايما بتكلم معاها بره الملعب، هي اكتر حد دمه خفيف، اكتر حد بيدي بوش لكل اللاعبات في الفريق، يعني مش لازم بقى نقول ده على الهوا خلاص. كابتن ايه الشامي واحده من نجمات الفريق النهارده، شفنا النهارده عندها روح عاليه جدا، روح الفانيله الحمراء فعلا كانت حاضره لكابتن ايه. يمكن كان في الاول توتر خاصه لما كان الاشواط رايحه جايه ما بين الاهلي والزمالك، خلينا بقى النهارده برجلك يا كابتن ايه، لقب 39 لفتيات الذهب، شفنا النهارده مباراه صعبه جدا جدا، تقولي ايه النهارده وتقولي ايه على المكسب الدوري عموما؟ طبعا انا مش هحتاج اتكلم على صعوبه المباراه، ان قد ايه هي صعبه، بس بجد يعني احنا حاولنا بقدر ما يمكن ان احنا نحافظ على اللقب وقدرنا نموت نفسنا، بس الحمد لله الحمد لله ان احنا قدرنا نفوز في الاخر. طيب قولي لي النهارده شفنا، هتحضري حالا بس قولي لنا النهارده شفنا اعضاء مجلس الاداره كانوا موجودين، شفنا مدير النشاط الرياضي، تقولي ايه النهارده الكابتن بيبو خاصه ان احنا شفنا لقطه كويسه، وقولي كلمه اخيره كابتن. انا بشكره جدا وعايزه اصور معاه. يمكن ده كان لقاءنا طبعا مع كابتن ايه الشامي، شايفين الحقيقه لقطات اكيد بتذاع على شاشه قناه نادي الاهلي، يعني يا كابتن هيثم الحقيقه الفريق في غايه السعاده لهذا التتويج، فعلا زي ما احنا بنقول او زي ما انا قلت في الاول، الحقيقه كان تتويج من بوق الاسد، لقب الدوري 39 لفتيات الذهب يعني